بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للجميع، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجزيرة الأعلى. اليوم الخميس 8 كانون أول سنة 2022. أنا موجود بالضبط في يافا في الجهة الغربية، بقدر أقول من جهة البحر يعني. وين أنا بالضبط؟ هذا شارع على اسم السموال بن عادية في يافا. قلنا الساعة 6 ما قبل المغيب، شجرة فيها مئات الأطيار، سمعين الزقزقة توحي إن الليل يرخي سدوله أول بأول. أنا ماشي في الشارع من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. سموال بن عادية يهودي الأصل، عاش في الشرق وضرب فيه المثل بالأمانة والوفاء، ويقال أوفى من السموال. مساء الخير. قلنا الجهة الشمالية من شارع السموال في يافا. هاي الجهة الغربية للبحر، هاي الجهة الشرقية يافا. أنا موجود في الجهة القبلية من شارع السموال بن عادية. شكرا لكم، إن شاء الله نلتقي محل ثاني يوم ثاني.